بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. جيت لكم بقى النهارده بفيديو جديد يا رب يعجبكم، وهو طريقتي في تحمير سمك الرنجه. اهو طبعا في بنات ما تعرفش ان سمك الرنجه بتتحمر، بس لو شفت في فيديو بتاعي طريقتها تعجبك جدا وهتجربيها. يلا بينا نبدا الفيديو. لو اول مره تشوفيني يا ريت تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب، تابعوا معايا الفيديو للاخر هتعجبكم قوي. خليكم معايا بقى وشوفوني في طريقه تحمير السمك. بصوا يا بنات، هبدا بقى انضف معاكم السمك اهو. طبعا هقطع الريش اللي هو فيه، ودماغه ده هقطعه اهي. بصوا بقى يا بنات، سمكة الرنجة بالذات ما بفتحش بطنها، لان هي اساسا معتمدة على البطن بتاعها. يعني لو جيتي فتحت بطنها وكده حمرتيها هتلاقيها ان هي مش كويسة معاكي اهي، فهي هتفضل كده. وهشيل طبعا دي تحت المية بس كده، وهحمرها زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. هعمل معاكم واحدة كمان اهو، هقطع بس الدماغ بتاعها. اهم حاجة الريش اللي هو فيها دوت، مش عارفة انتوا بتقولوا عليه ايه بقى، ايه سفة ولا بتقولوا عليه ايه؟ اهو بس كده، مفيش فيها اي حاجة. البطن بتاعتها ما بتفتحهاش، لان هي البطن سمكة الرنجة برضو زي ما قلتلكوا تاني، هي معتمدة كل فيها على البطن بتاعها اهي. هكمل بقى تنظيف السمك ده يا حبايبي وارجع لكم تاني. بصوا بناتي حبايبي، انا خلصت اهوت، نضفت السمك بتاعي كله معاكم اهو، بس ما رضيتش حبيت يعني اطول عليكم الفيديو. هغسله بقى كويس، وانا مجهزه له طبعا هنا طبق اهو، حاطه فيه ليمونه وشويه خل وشويه ملح عشان انقعه فيه شويه، على بال ما اعمل معاكم بقى رز صياديه جميل ونقدمه مع السمك كده، يبقى شكله جميل وطعمه لذيذ اهو. اغسل بقى السمك بتاعي كويس قوي. بصوا يا بنات، انا خلصت اهوت، هسيب بقى السمك بتاعي دوت في النقع اللي انا عملتها له دي شويه، عبال ايه ما اجهز بقى الرز بتاعي وهوريكم هعمل ايه بالظبط. بصوا يا بنات، انا قطعت اهوت البصله بتاعتي، حطيت عليها طبعا السمنه بتاعتي ومطرة زيت كده يعني مش كتير اهو. هوريكم بقى هعمل ايه، احمرها معاكم، احمرها وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات، انا كده بحمر بحمر البصله اللي تحت اهيت. طبعا جهزت الرز اهو، بصلته يا بنات، هي طبعا كده ما اتحرقتش معايا، انا اللي سايباها وحباها ان هي توصل للدرجه دي، وهسيبها برده كمان شويه اهي، لان لون البصله كده لما بحط عليها بقى الميه وبتغلي اللون ده بينزل معايا في الميه وبيخلي لونها جميل ولونها احمر مع الحاجات طبعا اللي انا هحطها لها، بتبقى لونها جميل جدا اهو. انا غاسله الرز بتاعي، هنزل بقى المية بس. هنزل المية بتاعت اهي بس اهي، ما تخافيش يا كده ما اتحرقتش ولا حاجة. هو انا بعمله بالطريقة دي بتطلع جميلة قوي معاكي، وجربيها هتعجبكم اه والله اهي. هسيب المية دي بقى بتاعتي تغلي، هسيبها تغلي وبعدين هوريكم انا هعمل ايه. بصوا يا بنات، المية بتاعتي غليت اهي، شايفين بقى لونها عامل ازاي.
اهي هنزل انا بقى عليها الرز بتاعي. بسم الله بسم الله. شايفين يا بنات منظر عامل جميل ازاي اهو. بصوا يا بنات انا كده نزلت الماية تحت اهي الرز بتاعي، احط بقى عليه كده مقطع عليه طماطمتين، احط عليه شوية فلفل، واحط عليه شوية شبت على كزبرة اهو، وهقلب بقى ده كله ببعضه. اهو يا بنات انا خلصت اهو. جربوا الطريقة بتاعتي دي والله تعجبكم جدا وهتتبسطوا منها قوي. اهو هغطي بقى عليه واسيبه يستوي براحته، طبعا هنحط له الملح بتاعه، غطي عليه واسيبه يستوي براحته، وهنروح بقى نعمل السمك مع بعض. بصوا بقى السمك بتاعنا انا صفيته اهو من الميه، هنزله بقى في الدقيق. نزله كده في الدقيق كله. بصوا يا بنات انا خلصت اهوت، نزلت السمك بتاعي كله في الدقيق. بتعملي الخطوة دي بقى عشان لما مثلا تحمري والباقي بيفضل في الدقيق بتاعه فبيشرب من الدقيق، ما بيخليلكيش الزيت بتاعك يبوظ خالص. فهحط الزيت بقى على النار. بصوا يا بنات انا حطيت اهوت، فتحت الزيت بتاعه اهو وحطيت السمك فيه. يتمر ويستوي قوي معايا. طبعا يا بنات انا الرز بتاعي نشف اهو، شايفين بقى منظره عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله طعمه طبعا جميل. انا وطيت عليه بقى يتردد اهو. طبعا ممكن تقولوا لي انت ليه ما قطعتيش السمك؟ انا سمكه الرنجه بالذات ما بحبش اقطعها، عشان لو قطعتها قلبها بقى حمرها يعني قلبها يعني ما بيبقاش كويس في التحمير وكده، فانا ما برضاش ان انا اقطعها، بحمرها بحالها كده الواحده سليمه. ممكن اقطع مثلا المكرونه، ممكن اقطع اي سمك تاني، انما سمكه الرنجه بالذات بحب اعملها سليمه كده بحالها، بتبقى جميله قوي. جربوا الطريقه دي والله هتعجبكم جدا. طبعا يا بنات انا حمرت السمك اهو، قلبته زي ما انتم شايفين. شايفين طبعا جميل قوي ولونه طبعا تحفه. هسيبه بقى كده يستوي معايا واطلعه وارش على الدقه بتاعته واحدقه، وبعدين اكمل طبعا بقيته دوت. وبعد ما يخلص اوريكم شكله النهائي. لو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تعملي لي لايك وشير سبسكرايب، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات. هكمل بقى السمك دوت وارجع لكم تاني. وبكده يا بنات نكون وصلت لنهاية الفيديو. شايفين طبعا الرز بتاعي جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله اهو. ودي طريقة تحمير السمك بتاعتي، جربوها هتعجبكم جدا يا بنات ان شاء الله. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب، واكتبولي تحت ايه رأيكم. ولو حابين اعمل لكم حاجة اكتبوها لي تحت في التعليقات. يلا يا بنات اسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.